لا السيدة زينب دي حتة عريقة جميلة وجميلة وجيرانها وحي عسل طبعا والله طبعا، ويحبوا يخدموا ويحبوا يساعدوا ويقفوا جنبي. الست الشقيانة اللي يعرفوها اللي هي بنت راجل بيقفوا بظهرها واقفة صح. طيب ولادك وبالاخص الصبيان في الاول ما كانوش بيقولوا لك ليه يا ماما تشتغلي الشغلانه دي وكده؟ هو حسن اللي معاه استحاله وفنادق، عشان كان في معاه استحاله وفنادق وبيجوا اصحابه، كان بيتكسف مني وانا واقفه على الجايه، كان بيتحرق ويحقن في نفسه. بعد كده اما شاف اخوه وشاف زمايله يقولوا له احنا بصراحه فخورين بيكي فخورة طبعا فخورين بهم، ابتدى يبوس ايدي ويقول لي حقك عليا، انا ما كنتش عارف انت يا حبيبي. والله هما الولاد دايما بيبقوا عايزين الام تبقى في 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 مكانه عاليه. انا حاجه بس هتعملي ايه؟ ما انت ربيتيهم بالشغلانه دي. ابوهم سابهم ما فيش حاجه ولا معاش ولا حاجه، انا باخد معاش والدي 600 جنيه ما بيعملوش حاجه، وما وكانت الدنيا ضيعه، كنت لازم احارب عشان اقل عيل حسن ده كان عنده سنه، كنت لازم اربيه. وما كانش حد من عيلتك بيساعدك ولا مساعد؟ ربنا ما حدش بيساعد حد ولا عمام ولا اي حد. طيب انت بقى نفسك في ايه في المستقبل ليكي ولولادك؟ انا نفسي ربنا يسترها معايا بس اعيش مستورة واقضي بقيه ايامي ان انا مرتاح، عشان انا تعبانه قوي من دول، انا تعبت قوي. ربنا ما يحوجك لحد ان شاء الله. طيب ايه اكيد اتعرضتي لمضايقات كتير لحد دلوقتي؟ كتير اي لحد دلوقتي اي، وكتير تلاقي شارب داخل عليك المحل وهاتش كذا وتضطري عشان يبعد عنك. ياه yeah. يعني شبه بلطجيه مثلا؟ كتير ايوه، وكتير يجي يتلزق انا عايز اتجوز يا ابني ابعد عني، مفيش كتير كتير يا استاذه هي. طب بتقدري تدافعي عن نفسك ازاي؟ انا بدافع الحمد لله الحمد لله، انا عالم من اعلام السيده مع اي حد ما شاء الله عليك. الحمد لله. يعني بتقدري تقفي قدام حد يجي يضايقك؟ قدام اي حد خلقه ربنا، طالما انا على حق خلاص ما بيهمنيش حد. طب احكي لي كده على خناقه ما استعملتيش فيها المكوه ولا حاجه؟ لا والله انا استعملت ايدي. استعملت ايدك؟ جبت في وشه كده اهو لزقت في الحيطه. مع انك يعني قليله. اه يوضع سره في اضعف خلقه. في خلقه ده صحيح ده صحيح. انا بقالي دلوقتي 22 سنه ارمله. ساعه جوزي ما نمت. ما هو ده كفايه. ما فكرتش اي راجل خلقه ربنا. اه. وعيالي سايبيني وانا قاعده لوحدي. ما فكرتش يعني كان ممكن تتجوزي عادي وتشوفي حياتك خلاص نسيت الموضوع ده من زمان والله. ما هو انت بقى دلوقتي خلاص بقيتي ملخومه بشغلك وبعيالك برضو يعني؟ لا عيالي كل واحد في حاله، انا ابني في اسكندريه يعني فين وفين ممكن يسال على التاني في عين شمس نفس الوحيده اللي بتسال عليا بنتي اللي معايا هنا دلوقتي دي راحت. هي دي ربنا يخليهم لك يا رب. هي دي الوحيده اللي بتسال عليا. ما هي البنت حنينة برضو. الراجل برضو عنده شغل خلاص بقى كل واحد مع واحدة بقى لهيته عن أمه. لا ما اعتقدش ان في حد ابدا في الدنيا يلغي يلهي حد. عايزيني انا اللي اروح. طب وانتي مش فاضية؟ انا مش فاضية وما اقدرش، انا ما بقعدش يوم اجازة على فكرة، ما بحبش اقعد يوم اجازة على فكرة. كنت هسألك السؤال ده. لا احنا عارفين المكوجية يوم الاثنين تقريبا ما بقفلش. بتقفليش؟ لا 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 اعيا لو قعدت يوم في البيت اعيا. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. خدت على الشقاوي الشغل الحمد لله يعني. طب قولي لي يا اميره افرضي حد جالك وقال لك انا